السلام عليكم. كم موقع بويا فارينو نهاني ذا 26 زقواحيت 2018. كان غير نفاعل جمعاوية بن عيسى المزدولة تغيقا جن معاينة يجل الأسرة متشتا مشاردة إثجا يما سنتهجج سل أمراض عقلية فيبات سن وايز مالا ذي خدمة بايحن جيان ذي مزيان نمارا زي 7 سنين تكساتني غواثي ويد الخوم فيديو يا ادخسي السيو شوية بن عيسى خاتيد نيك فيديو ني الأسرة ني خاتيد نيك اك فيديو يا بن عيسى بن عيسى غادي نغير ني غيش نكلمة لأن يتمنى الزيس السيدة وانيتا المعاونة وبن عيسى غادي نغير ني غيش نكلمة تفضل ابن عيسى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أولا تحية المشاهدين، السلام عليكم. تسجم واحد المرة وتفرج عند الموقعة جزا بس الخير جزا بثا ونسني قبل بركة الولي دي نصن مردان المرة مثنى يحمر بيرحم جميع أمة الإسلام. جن كلمة غتيني قصيدة غانوح حسين سعودي انت الأسن سيبني سيدال إذ دغداني تذيك قجن تداد. المهم جيت تداد الكارج نث الداث ولكن سيدني كش سيجن الكارج زد غديس التم غهيد شي كشن الكارج واس تداد دينا اخر ولكن بالنسبة لسي حنا جان دي مزيان نث الداث ني نتمغاث ني انت تكون دي الكارج سلائل نسكوش وغاسبو المأوى ماني غا من غاز دغن تاونس تو السورة تخس قبر اني جن وقتيا تو تاس دغاري تسغس الدواوات المحسنين تو ديدي تعاون سي الخارج ان تو ذن بعض المدن قنج القدر خيف فنسن تو تشنيت زي سي تو تزوادخ تسغس الدوا لان ثم غاهني اسمار هذا نفساني اجن هذا الدغاري نيت سي الدينس لكن مش توزن الأحسن مش كذي تهارد وفي غواه جبون ورما تهرش الشواهد الطبية واجية من نوها ونسورة من سوق موها غاس الشواهد الطبية تغت تنتج نتورا القعاوي كذي نجل مدة ذر قنزت تجل نتورا تنتج الحسيمة كذي نجل مدة ذر قنزت تقنس الدواء دي سبيتاني مهرش نفسانيين ثو يارس المخروق اني قاقت غابة بس ولكن السيد اني مستاذ ما يتجا لانه وايو في غاية حد يخدم لان المهنة نسذب حري يخدم ربحا ولكن هاني ذا ويزما غادي راح غادي يخدم ذي ربحا ما نتسوي في تفن تفن ثاونس اني فغيج انها غارب حاين ومدا ياكحون وفي خندي باري حنجانين ويفوس غاية قند ما بيته المحسنين كيسي تقن شوي توينز شوي بطاطا شوي توماتي شوي مناف مسائل انت الداف مصروف انت الداف خون تان من التاسي دا يازو هذي مزيغا يقدوا غي ثمغاث نس قد تعيش نفساني وكي ثقاس نش بعضية وزيه جيد وزيه كجيخ كشي جميع المحاولات باش تديار غاث الداف والو لان من تستوي غاس الكراهية جرس داكيس انت واتي شريح شو ولكن تثمين دايس من زيت البسة من نسمان اني سيد اسي وات قبر نهاني ذاق الخزام دايس الحالة تكفي على السؤال احنا جاء الخزام دايس المشتجان من اي تغي تكون قزي مش حتى يكون شي لان ذي سنتار وذن تاون سن تفرا تواث ايقات تفرا يجن كواسي واسو استديو كشي نقيت غير ما خس جن تبرا نغني مهم الصورة يتم تكفي عن السؤال تكفي عن السؤال دي كل شيء فوتون دي كان سيد عمر الورتي خزام دي كل شيء أجدهم من غن شفا غاري مدهم غاينا كثاسي من هنا وني يتورا يخسد أدياحم السيدة إن المؤمن قوي بأخيه ضعيف بنفسه كما يقول مثل نقتب نقتة يحمل الواد
أنا خزات سنكشن وانقة من غير سيد بعد ثاون على الأقل على الأقل أنا خزات هذا سنكتيج أنت مشنت من غير سيد ثاون من زمان بعض المحسنين خمن أنت سيد المحسن ما كان شواز ما وحدي ولكن شو ناقن المحسنين نشد قفص غافينه أنت سقيت مثلا جزاهم الله خيرا أدخزان سيجن نظرة رحيمة غيث جا غسيدة أتي ذا ثقل لأن زريق شاف فيديو وثسادو هند جمعية اليتيم ديلها مسجد السنة يندي السادون السروني زريق منيني السروني لأن منيني تقنت المؤمنين على حسن من خدمنا من جمعية اليتيم لا إله إلا محمد رسول الله مزير المخرق أن ميتو زداغ من يتو من يجب على هني توه فما يتل فقوة أنت القارة جميد دن من يزداغ ولكن تيو الشفاء والشمرة وزد المخرق أن يخلص الزر هاو نسى المنظام دي بارا زعما التاس المحسن أثناء عاون مثلا كفوس كفوس مارا شوي مباركة أنا عاونة السيدة جزاكم الله خيرا يخسي وذن الخزان سيجي نتيت تسبحانت وخزان بوسي جيش نتظرا النظرا تعفنت لأن ونيتا المسكين وها الفوبري وغاس هو العائلة مقطوع العائلة وغاس والو انت الأسن تسيبني سيدا يزوج سيدا خو المخروقية تقيد غاس تقول كلشي توالنت كلشي لنا وانت جزاكم الله خير وني خصنا في عاون رقم تليفوني نو 06 28 32 42 40 وني خصنا تكذي يتصل السلام عليكم وتشكر شتى بن عيسى المزدولة الفاعل الجمعوي اللي كان غدا يبدا نهار نيذا يقا يجل عينا الأسرة يدا متشاردة اللي تدعت اللي تعيش من دوم غيينا غير تسماش الفيديو اللي يصدم غطاس مزيد يزدق 5 مينوت وها واز ما ديس استمع الوغ باش ادقر فيديو شوية تموت ولد سواق عاد تسمى واز ما داني غد سواق بن عيسى غادي نعاود على رقم التليفون 06 28 32 42 40. بن عيسى قنتي جن خو حاليا رئيس الحالي لجمعية الإخلاص وإعانة المذا قد يزدن غا هولندا إن شاء الله غا أوروبا يتاح بلجيكا يتاح وني خصنا ذي عاون إن الله لا يضيع أجر المحسنين موقع بويا فارينو تشكاك النواتاس تشكاك المجاهدين غيزان فيديو يام يجن تحية تام قران السلام عليكم.